رح نحكي عنهم اكيد بطريقه مختصره لانه هن كثير كثار الترشيحات وما فينا نعدهم كلهم، بنضل لبكره بناخذ ساعه سينما. فرح نقيت هيك ابرز الترشيحات لنحكي عنهم. يلي عزو هيك شوفي الموضوع عندي بالشغل. اوكي حنشوف نعمل له واسطه لتوني. يلي هن اهم جوائز السينمائيه بهوليوود واللي تعرف باسم جوائز اكاديميه الفنون وعلوم الصور المتحركه، واللي حصل على اكثر جوائز او على سوري على اكثر ترشيحات هو ذا شيب اوف ووتر، حصل على 13 ترشيح لجوائز الاوسكار، وهذا شيء مميز. دائما بيكون في هيك بالاوسكارز، فيلم بياخذ اكثر عدد من الجوائز، بس بالجولدن جلوبز يلي ترشح اكثر هو ثري بيلبوردز. ما هذا اللي عم نقوله، انه في معايير بتبقى مختلفه، في قصص بياخذوها بعين الاعتبار ما بتكون موجوده حتى بالفئات الصغيره، حتى بالافلام يلي بتبين ان كانت بالافلام الاجنبيه او بالافلام المختلفه. نعم. ضمت كمان قائمة من المخرجين يلي هن مثل كريستوفر نولان عن فيلم دانكر، ولائحة من المرشحين. رح نبلش بأفضل تصوير سينمائي. الأفلام يلي ترشحت هن بليد رانر، داركست أور، فيلم دانكر، ماد باوند، و ذا شيب أوف ووتر. دانكيرك هو انا بالنسبه لك من افضل هالافلام. نعم يلي هو طبعا بيصور الحرب العالميه الثانيه فعلا، بس مشغول بطريقه تصوير الحروب عاده بيبقى اصعب، مع انه كثير صرنا شايفين الحروب وملينا من هالشيء يلي بيتعبنا نفسنا، لكن الفيلم مشغول بطريقه جيده. ايه كان الحرب العالميه الثانيه وحرب فيتنام ما رح نخلص منه. ايه بسينما هوليوود ابدا. افضل فيلم رسوم متحركه ذا بوس بيبي، ذا براد وين، كوكو، فرديناند، ولوفينج فينسنت. كوكو وراحوا الشفية. بس بعتقد بهالفئة يعني صعب الاختيار. اليوم في حليب جوز الهند هون. اليوم في حليب جوز الهند بالمطبخ. قلت وهني حضروا كوكو وحبوه. وعفت ديراني كمان مع كوكو. صديقة المنتجة. كوكو. لا الفيلم كوكو. بس الفيلم أنا بقول أنه كلهم هالخمس أفلام فعلا من أفضل الأفلام. يعني لوفينج فينسنت من فيلم الرائع يلي بتشوف أعمال كل هالفنان وبتشوف خلال آخر فترة من حياته. الفيلم للأسف ما أخذ حقه بالصلاة لأنه فيلم مستقل، فيلم مميز، مش كل العالم بتحب هالنوع من الأفلام، لكن يعد فعلا من أفضل الأفلام. غير عن الأفلام الموجهة للأطفال، هيدا فيلم موجه للكبار. بتعرفي كمان التعليقات على كوكو بأنه جمع خصوصا للولاد هالعناصر ضرورية، جمع اللون والموسيقى والإيقاع. هيدا الإيقاع صراحة أنا حضرت فرديناند ما لقيته موجود بفرديناند، بمطرح من المطارح إيقاعه بس كل واحد بيموت. بيتميز بشي، يعني ذا بوس بيبي ما عنده هيدا الإيقاع، لكن كمان بيتميز بالفكرة الذكية، بالمواقف المضحكة، حتى يعني بس تحضره بتقول إنه ما كتير موجه للأطفال. بالعكس يعني في طفل عم بيغار من خيه، إذا ولد ما كتير منتبه إنه يغار من إخوته. نعم. بتشجع على هيدا. أنا ما في شك كمان إنه كوكو يعني الرسالة الإنسانية اللي وصلها بطريقة هالقد مبسطة اللي هي رسالة الموت تحسب لإله. نعم. كمان رح ننتقل على فئة جديدة وهي أفضل سيناريو مقتبس. Call me by your name، The Disaster Artist. هالفيلم توني كمان ما أخذ حقه لأنه كتير فيلم مستقل ومقتبس من قصة حقيقية عن مخرج كان خلص حلمه يعمل أفلام، لكن لا. للأسف ما عنده الموهبة الكافية، فمثل وأخرج فيلم وفعلا كان كارثة الفيلم، بس لكن عمل قدر يعمل شيء وما عمل غيره لهذا الفيلم. بس تحضر الفيلم بفرجوك بالآخر أنه المشاهد هي مطابقة لمشاهد الفيلم، ففي مواقف كوميدية كتير ومشهور بطريقة حلوة. بس الغريب والمؤسف ماري تيريز أنه الأفلام المستقلة ما بتاخد وقت طويل على الشاشات التجارية لأنه يعني ما بتحقق أرباح. لأنه The Disaster Artist موجود حاليا بلبنان، إنما ب شاشات موجود بس بعد عم ينعرض بصاله وحده. ما هيدا عم نحكي عنه، الصاله اللي بتعرض الافلام المستقله، لكن ما انعرض غير اسبوع واحد بكل الصالات. انا بقصد لك انه باقي بصاله الافلام المستقله يلي هي بتتوجه للنخبه، بالوقت يلي هيك افلام قيمه ضروري توصل لكل الناس، لكن ما بتحكي كل الجمهور للاسف. نعم. ما بتحكي كل الجمهور ماديا فعلا. اصحاب الصالات بهمهم انه يكونوا عم يربحوا، وخصوصا انه بيكون عندهم تكلفه هائله سنويا. نعم. فما بهمهم انهم يعرضوا هالافلام لوقت طويل. كمان في مجموعة تانية بالأفلام المقتبسة ومنهم موليز جيم يلي هو كمان من أهم أفلام هيدا العام. رح ننتقل لفئة جديدة وهو أفضل سيناريو، The Big Sick، Get Out، Lady Bird،
The Shape of Water مرة جديدة و Three Billboards Outside ميسوري يلي توني مصر إنه بس نسميه ميسوري لا لأنه طويل كتير طويل أصلاً. كتير اسمه وهي فعلا. المقدمة ترشيحات الأوسكار كانت كل مرة بدها تذكر الاسم جيد. تسخر من طول اسم الفيلم فكمان The Shape of Water The Shape of Water رح ينزل الأسبوع القادم بالصلاة اللبنانية والعربية نعم. للي بعد ما تبعه وهذا الشيء مميز أنه في أفلام مرشحة للأوسكار كانت سبق وانعرضت وانشالت من الصلاة بس هلأ خلال الترشيحات عم ترجع تنعرض بالصلاة. صحيح مثل Get Out ودانكيرك لأنه مرقوا فعلا لأنه مرقوا قبل بس بلبنان والدول العربية بيتوخوا أنه يعيدوا عرضها لا هلا بلبنان في كثير افلام رح ترجع تنعاد عرضها لانها مرشحه لانها ترشحت حلو لانه يلي ما قدر يحضرها هيك لما يشوف انه مرشحه للجوائز بياخذ بعين الاعتبار انه هذا الفيلم عنده معايير عاليه رح ننتقل لفئه افضل ممثل وبالاول تيموثي تشالمت يلي هو عن فيلم كول مي باي يور نيم دانيال داي لويس يلي انا بحبه كثير وبتمنى انه ياخذ هالجائزه وخصوصا انه هالممثل اعتزل كمان عنا دانيال كالويا عن فيلم جت اوت كمان هيدا الشاب يلي برز بهيدا الفيلم واللي كثير اخذ اصداء الفيلم كمان بنتمنى انه خلص هون بصير الخيار كثير صعب جاري اولدمان يعني بداركست اور تمثيل رائع فعن جد بتضيع ودانزل واشنطن فانه بتضيع بين انه تشوف مين الافضل انا بتوقع جاري اولدمان ياخذها من جهة الجولدن جلوب اللي أخذها كانت نوع من المقدمة بس حتى دوره بالفيلم كان هالقد مركب وهالقد صعب دور تشرشل يمكن كمان موضوع الفيلم يعني. السياسي لا بس دور تشرشل منه هين إنه هالقد يعطي قيمة لهالشخصية التاريخية فعلا وقدر هالقد يجسدها بأدائه كمان عنا فئة أفضل ممثلة يلي هن سالي هوكنز عن فيلم The Shape of Water عم بقول لك احتل كل فرانسيس ماكدورماند عن فيلم ثري بيلبوردز ميسوري وعندنا كمان مارغريت روبي عن فيلم اي تونيا يلي كمان هيدا الفيلم برم على مهرجانات ما ترشحت بالجولدن جلوب ما في عالم كثير ما ترشحت ولا كثير انا شفت الفيلم ودوره مركب رائع في عنا كمان عن ليدي بيرد ما خلت سوري بين المزدوجين ما خلت مسبق الا ما سبتها ما خلت كلمه نابيه ما فينا نحكي هيدا الشيء لا انا عم بنتقدها في عنا حريه نحكي كل واحد يتحمل مسؤوليه كلمته في عنا كمان ماريل ستريب يلي كمان مرشحة عن فيلم ذا بوست وأفضل إخراج للمخرج كريستوفر نولان عن دانكيرك عنا عن فيلم جيت أوت جوردن بيلي وعنا عن فيلم ليدي بيرد غريتا غيرويغ وبول توماس أندرسون عن فيلم فانتن ثريد وغييرمو ديل تورو عن The Shape of Water هلأ غييرمو ديل تورو نموذج كمان عن الشخص اللاتيني المكافح بهوليوود وبيقول انه ما وصل بسهولة وقدم بس قدم أعمال مميزة واسمه طبعاً. فعلا لمع بالعالم لأنه أعمال غييرمو ديل تورو عندها علامة فارقة وعندها شي خط مميز عنده شخصيات غريبة يعني بيشتغل على الفانتازيا خصوصا بس الحلو بـ The Shape of Water إنه هالشخصيات الغريبة عرف يعطيها رومانسية يطلعها من جو الرعب ويعطيها بعد رومانسي يعني دامج بين الرعب وال نعم عنا كمان مجموعة من الأفلام يلي هي ترشحت لأفضل فئة بالأفلام يلي هن دانكيرك داركست أور كول مي باي يور نيم عنا كمان جيت أوت ليدي بيرد فانتوم ثريد فيلم ذا شيب اوف ووتر والى جانب مجموعه من الافلام بس بتعرفي هلا في توقعات كثير نعم في توقعات كثير بتقول انه ثري بيلبوردز اوتسايد ابينج ميزوري بدي اخذ معي وقت تقفزه انه يربح بس اللافت انه جارديان وجارديان يعني اسم صحيفه يوثق فيه من يومين استغربت كيف ترشح للاوسكار هالفيلم معتبره انه اخراجه بطيء ممل كسول مثل ما عنا ذا سكوير يلي حصل على جائزة بالم دور بكان بتتفاجأ كمان انه منه هيدا الفيلم يلي فيه معايير قوية انه يقدر يحصل على هالجائزة بس انا بدي فرانسيس تربح طبعا مرقتي على جائزة افضل ممثلة بسرعة يمكن ما تمتوعي فيه للوقت ما فينا نمرق عليه او تمتوعي جرح جيسيكا تشاستن فيه بس فرانسيس بستحقها بس شوفيها بالتريلر بتقولي مش معقولة فنحن
أكيد بنتمنى التوفيق للكل، بس كمان إن شاء الله اللي بيستاهل ياخذ هيدي الجائزة. نعم. The Oscar for the best producer goes to Marie Therese. بس بدنا نذكر توني إنه هيدا الحفل اللي حيصير ب 7 مارس القادم. رايحة على هوليوود؟ رايحين. رايحين سوا. فبوقتها رح نعرف نتائج الأوسكار. نعم. ورح نكتشف ومع نتائج الأوسكار ماري تيريز بنشكرك دايما بتغنينا، وبنكون وصلنا لنهاية فقرة الفن السابع لليوم.